جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم محمد من الرياض وتقول: إذا خرجت الزوجة من بيتها من غير إذن زوجها، ولكن إلى مكان يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه الزوج، لكنه في تلك المرة غضب، ما الحكم؟ هل تكون ملعونة؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج لصلاة المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. على كل حال طاعة الزوج واجبة، فإذا كان يغضب إذا خرجت إنها لا تخرج، لكن هو إذا لم يكن هناك عذر يستند إليه فإنه لا ينبغي له منعها. أما إذا كان هناك عذر لبقائها في البيت، كان يخاف عليها من الفتنة أو لها أولاد يحتاجون إلى رعاية في البيت، فإنها لا يجوز لها الخروج، ويتأكد عليها البقاء في البيت طاعة لزوجها وقياما بواجبها في البيت. نعم.